والبداية من هنا من مصر، حيث وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، خاصة بعد الإعفاء من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم. وأكد وزير المالية أن المنظومة الضريبية الإلكترونية قادرة على استيعاب التقديم الإلكتروني للإقرارات من كل الأشخاص الاعتبارية والأفراد على حد سواء.